الندوة الصحفية تعتبر مناسبة للحديث عن مختلف القرارات أو المراسيم أو القوانين التي تمت المصادقة عليها في مجلس الحكومة، وطبعا هي مناسبة لكي نتحدث حول مختلف القضايا الآنية التي تطرح في النقاش العمومي بخصوص الأمطار الأخيرة التي عرفتها بلادنا، واللي هي في الحقيقة استبشرنا بها جميعا خيرا لاعتبارات كثيرة. الاعتبار الأول هو أنه بلادنا تمر من سنوات للأسف متتالية قاسية، وهناك يعني ضعف شديد في هذه التساقطات المطرية، لكن بفضل التوجيهات الملكية حول موضوع الماء خاصة الماء الصالح للشرب والسقي، قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات وعبأت مبالغ مالية مهمة جدا، وحققت مجموعة من البرامج والمشاريع التي ربما تجعلنا نعتقد بأن ليس هناك مشكلا مطروحا على المستوى الماء الصالح للشرب، لكن يجب أن نعلم بأن الإمكانيات المائية المتوفرة تظل ضئيلة جدا. صحيح هناك تحسن بفضل هذه الأمطار الأخيرة، لكن يبقى تحسنا يعني طفيفا، وهذا يدفعنا جميعا إلى القيام بأدوارنا في مجال الإرشاد خاصة المرتبط بالاستهلاك المفرط لهذه المادة الحيوية. فالحكومة كيفما قلت تحت وتنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نجحت في تعبئة الإمكانيات المالية، وأيضا نجحت في إنجاز المشاريع، والأسبوع الماضي أسهبت في الحديث عن هذه المنجزات. لكن كما تعلمون جميعا إنجاز السدود ومحطات التحلية وغيرها من التجهيزات الكبرى يحتاج إلى وقت، والحكومة منخرطة في هذا المسار، ونتمنى إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا بالمطر النافع في الأيام المقبلة. الانعكاس لهذه الأمطار هو إيجابي جدا، خاصة على المفورات الكلائية، إيجابي جدا على الزراعات الربيعية، إيجابي جدا على الأشجار المثمرة. فهناك يعني ارتياح في المناطق اللي كانت عرفت أمطار مهمة جدا ولله الحمد، لكن كيف ما قلت نحن دائما في وضعية على المستوى المائي اللي هي وضعية صعبة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.